السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة ارسنال القادمة او موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة، موعد مباراة ارسنال امام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي. مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي هتكون بإذن الله تعالى يوم السبت 18/7/2020، السبت القادم 18 يوليو 2020. المباراة هيكون معادها الساعة 8:45 دقيقة مساء بتوقيت مصر، 8:45 دقيقة بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا، 9:45 دقيقة مساء بتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر، 10:45 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات وعمان. ايضا المباراة معادها الساعة 7:45 دقيقة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وانجلترا، ومعادها الساعة 6:45 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة بين سبورتس اتش دي 1 وهناك قنوات اخرى وهي سبورت كلاب 2 اتش دي الكرواتية، بين سبورتس اتش دي 1 زي ما قلنا من قنوات بين سبورت، بين سبورتس اتش دي 11 الانجليزية، بين سبورتس الفرنسية اتش دي 1، بي تي سبورت 1 اتش دي، ايرن 6. وممكن تزاعها على قناة ليبيا الرياضية سبورت وترددها 11766 أفقي. وبالنسبة لمعدل الترميز 27500. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة أرسنال القادمة أو موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أو موعد مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.